يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منه الخطأ استدلالا بهذه الصورة؟ اجتهاد، نعم يجتهد، قد يجتهد ويحصل خطأ في الاجتهاد، أما في الوحي هو معصوم عليه الصلاة والسلام، من ناحية الوحي والبلاغ هو معصوم، أما أنه يجتهد أحيانا فنعم يجتهد ويحصل منه ما يحصل مثل ما حصل في هذه القصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الله جل وعلا قال له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم، مع أنكم علمتم أن الرسول ما عمل مع ابن أم مكتوم هذا العمل إلا عن يعني إرادة خير وإرادة هداية هؤلاء، وإرادة هداية هؤلاء الذين اجتمعوا به فرصة، اعتبرها فرصة عليه الصلاة والسلام من حرصه على هداية الخلق. نعم.